السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. موضوع اليوم حول رؤية الثعبان في المنام، وخاصة لأصحاب الأمراض الروحية مثل العين والحسد والسحر. علاش كنركزوا على خاصة؟ لأن كاين بعض الناس نجاهم الله من هذه الأمراض، فالرؤية ديالهم للتعبان ليس عندها نفس تفسير ونفس السياق بالنسبة للأمراض الروحية. أيها الأعزاء الكرام، فمن رأى هذه الأنواع من الأحلام فهي إشارة ورسالة من عالم الغيب ومن عالم الملكوت إلى المصاب بهذه الأمراض الثلاثية، وهي العين والحسد والسحر. فالتعبان هو خادم السحر، يعني شيطان يخدم السحر. فإذا رأيت أنه التف على قدميك فقد أصابك المس في الجسد، أو أنه بمعنى آخر قد يتمكن من الجسد ديالك، ممكن يدخل إلى الجسد. أما إذا رأى صاحب الرؤية أنه يتبعه، يعني انت الى الامام وهو خلفك، فانه يدل على انه لم يدخل الجسد، بل هو خارج الجسد وينتظر الفرصة للدخول للجسد. أيها الأعزاء الكرام، ينتظر الفرصة للدخول الجسد هي المعصية. انتبهوا من المعاصي أيها الأعزاء، خاصة للمصابين. أما الآن ننتقل، إن كان حجمه كبير، يعني الحجم ديال هذا التعبان يرى في المنام أنه حجم كبير، فهو جن، يعني شيطان ذو رتبة، يعني عنده السلطة في العالم دياله، في العالم وفي مملكة الجن. كيكون يعني رئيسهم أو قائدهم أو مالكهم أو أميرهم بهذه الرتبة. وإن كان صغير فهو يعني جندي أو عون أو خادم بسيط يريد التمكن من الجسد. فإن كان له أجنحة فهو جن طيار. ما معنى أنه جن يطير؟
عند الرقية خاصة يفر ويترك الجسد، وعند خروج المصاب من عند الراقي يرجع إليه مرة أخرى. هو خادم الحمام، نسميه بالأماكن النجسة أو المزابيل أو إلى غير ذلك من الأشياء. أما إن كان يسير في الأرض على طبيعته المعتادة فهو من العمار، يعني يسكن في الأرض أو في المنازل أو في الدكاكين إلى غير ذلك. وهذه الأشكال من العمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها حتى تحرجون عليها بالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا تأدين ولا نؤديك، يعني ثلاث مرات. فإن خرج واختفى فهو جن وشيطان واختفى، وإن عاد أن تحرج عليه كذلك ثلاث أيام، وإن لم ينتهي فوجب عليك قتله. أما إن كان الآن ننتقل إلى الألوان ديال هذه التعابين، فإن كان أسود فهو أو ما نسميه بني أو شيبي، شيبي وهو الجري باللغة الفرنسية، فهو يدل على اليهود، يعني ملته ودينه ودينه اليهود. وإن كان أصفر فهو يدل على النصراني وملته كذلك، يا إما المسيحية أو غيرها. وإن كان أبيض فهو مسلم، أو أخضر فهو مسلم كذلك. ولقد ورد في خبر الأنصاري الذي قتل، وعند الحنيفية ينبغي ألا تقتل، وقد ورد في خبر الأنصاري الذي قتل وعند الحنيفية ينبغي ألا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان. الاختلاف في المذاهب هذا لا يهمنا الآن، البيضاء حتى هي كتكون يعني من العمار، فإنسان إلا شافها يعني في المنزل، وهذا البيضة كتكون قليلة فعلا، لذلك فلا يتسرع الإنسان في قتلها، بل يجب التحريج عليها إن شاء الله. وهذا من باب يعني التوضيح لأصحاب الأمراض الروحية، فعند الرقية أو بدون رقية ينتبه لهذه العلامات وهذه الألغاز ويدليها إلى الراقي حتى يستطيع أن يشخص مرضه بكل سهولة وببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى موضوع آخر بإذن الله.